السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوتي كي دايرين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساو الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كما كتعرفوا اليوم الخوت تشامبيونز ليغ والمباراه بين تشيلسي واتلتيكو مدريد. واليوم غادي نعرفوا الخوت واش حكيم زياش غادي يشارك في هذه المباراه اساسي ولا في الاحتياط ولا ما غاديش يشارك اصلا. وغادي نهضروا على الخوت بدون عاطفه ونقرا عليكم التقرير هذا الخوت. نبداو على بركه الله. سيكون المدير الفني لنادي تشيلسي الانجليزي توماس توخيل على موعد مع اول اختبار حقيقي له مع النادي اللندني عند ملاقاته مع اتلتيكو مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور 16 لمسابقه دوري ابطال اوروبا، وهي المباراه التي ستلعب في العاصمه الرومانيه بوخاريست لدواعي صحيه بسبب فيروس كورونا. ومن المنتظر ان يلجا المدرب السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الى اوراقه المهمه في هذه المباراه من اجل تجاوز هذا الامتحان الصعب بنجاح. فهل ستكون ورقه النجم المغربي حكيم زياش احدى الاوراق التي سيعتمد عليها المدرب الالماني من اجل ذلك؟ وهذا السؤال هذا ايضا كنطرحه عليكم الخوت، واش توماس توخيل يعتمد على ورقه النجم المغربي حكيم زياش؟ انا كنظن منطقيا خاصو يعتمد على حكيم زياش. علاش؟ لان حكيم زياش عنده الخبره الاوروبيه الكافيه التي ستسمح له بان يكون لاعبا مهما في هذه المباراه. فقائد منتخب اسود الاطلس سبق له ان قدم اداء مبهرا في منافسه عام 2019 عندما قاد ناديه السابق اياكس امستردام الهولندي لنصف نهائي البطوله قبل ان يعيش اقصاء دراماتيكيا امام توتنهام هوتسبورغ الانجليزي. وكما كتعرفوا بان النجم المغربي في تلك النسخه لعب 11 مباراه وسجل 3 ديال الاهداف كانت بمرمى ريال مدريد ذهابا وايابا، يعني سجل 3 الاهداف على اقوى فريق في العالم واقوى فريق حتى في الشامبيونز ليغ اللي ما كيقهروش حتى واحد. حكيم زياش سجل عليه 3 ديال الاهداف ذهابا وايابا في الدور 16 وهدفا اخر في شباك توتنهام، يعني في يامات العز ديال توتنهام مع بوتشينو، زائد انه ابصم على 3 تمريرات حاسمه. اما في نسخه العام الماضي التي غادر فيها نادي اياكس من دور المجموعات فقد سجل زياش هدفين، احدهما بشباك فالنسيا واخر بمرمى فريقه الحالي تشيلسي، اضافه الى 5 تمريرات حاسمه. وكما عارفين الخوت ذاك الهدف اللي سجلوه ضد فالنسيا بروساج خارج منطقه الجزاء في 90 كان هدف جد رائع، وحتى الهدف اللي في تشيلسي كان اروع الخوت بضربه خطا، يعني هادشي كامل كيخول لي لعب المباراه هذه بدون نقاش. اما فيما يخص نسخه الموسم الحالي من اعرق المنافسات الاوروبيه فقد لعب حكيم زياش 5 مباريات في دوري المجموعات، تمكن من تسجيل هدف واحد كان بمرمى كارسنودار الروسي والذي كان قد شكل ظهوره الاول كاساسي مع نادي البلوز. اذا الخوت ببساطه هذه الارقام كتاكد الخبره الكافيه اللي كيتمتع بها حكيم زياش في منافسات الشامبيونز ليغ عكس الصعوبات التي وجدها في الدوري الانجليزي، خاصه منذ التعاقد مع المدرب توماس توخيل الذي بدوره بات يملك ورقه مهمه قد تكون سبيله لتجاوز الروخي بلانكوس في هذه المنافسات. يعني حكيم زياش كما كنقولوا بالعاميه يعتق توماس توخيل من جحيم لاتلتيكو مدريد. وقولوا لي التوقع ديالكم، واش توماس توخيل غيهدي الله ويشرك حكيم زياش في هذه المباراه هذه ويستافد من الخبره ديالو، ولا كالعاده غادي يهمشو وغادي يحطو في الاحتياط ويمكن كاع ما يعتمدش عليه المباراه كامله؟ المهم كنسير الاراء ديالكم. والصراحه كنتمنى حكيم زياش يكون اساسي في هذه المباراه هذه، ولا ما شاركش حكيم زياش كنتمنى لتشيلسي غير الخساره، وتوماس توخيل كنتمنى المزيد من الفشل، حقاش حنا اصلا الخوت كنشجعوا تشيلسي غير على ود حكيم زياش. المهم الخوت قولوا لي الراي ديالكم، كنسير الاراء ديالكم في قسم التعليقات كما العاده نتناقشوا تما ان شاء الله. ومهم هادشي اللي كان اليوم الخوت. وقبل ما نسالوا ما تنساوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله ومع السلامه.